أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة الشباب والرياضة أن إقرار قانون الوزارة من قبل مجلس النواب سيفتح الآفاق لإيجاد آلية دعم وإسناد ل 15 مليون شاب ومليوني رياضي، ويمثل انعطافة ومرحلة جديدة في تأريخ الوزارة. وقال الوزير جاسم محمد جعفر أن الوزارة يمكن لها الآن إقرار القوانين والتعليمات التي تخدم شريحة الشباب والرياضيين والرواد، ومن أبرزها قانون التقاعد لرواد الرياضة العراقية وقوانين الحد من تناول المنشطات والأوسمة الرياضية للأبطال وأصحاب الإنجازات. وأشار جعفر إلى أن القانون أقر استحداث دائرة عامة لإدارة المنشآت الرياضية تعمل وفق نظام التمويل الذاتي عن طريق مجلس إدارة مشترك من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. وأضاف جعفر أن الوزارة ستتحرك نحو الشباب والرياضيين في المهجر للاستفادة من كفاءاتهم بعد استصدار لوائح تنظم هذا العمل. هذا وكان مجلس النواب قد أقر يوم السبت الماضي قانون وزارة الشباب والرياضة العراقي بعد 5 سنوات من إعداد مسودته وقراءته أكثر من مرة خلال الدورتين السابقة والحالية، بعد أن حظي بثقة غالبية أعضاء المجلس. وفي مؤتمر صحفي أشاد سعيد خوشناو رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بإقرار القانون الذي سيدعم مشاريع الرياضة والشباب ويهتم بدور الوزارة في بناء المنشآت الرياضية ورعاية الطاقات الشبابية في مختلف النواحي. بعد أن كان قطاعي الشباب والرياضة يداران في زمن النظام البائد وفق مزاجية والرأي واحد والقرارات بيد شخص واحد ليس له دراية والخبرة والكفاءة في تسيير الأمور الشبابية والرياضية التي كانت تتسم بالتهميش والتغييب والفرض الرأي الواحد كعنوان لإدارة ملفين هذين قطاعين مهمين، وبقيت الأمور تدار بلا القانون لوزارة الشباب والرياضة حتى بعد سقوط النظام ولمدة 8 سنين ولحد يومنا هذا. ولكن بهمة برلماننا العراقي ولجنة الشباب والرياضة كجهة الاختصاص تمكن مجلسنا الموقر من تصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة الذي ظل طيلة الفترة السابقة في مغاض عسير، والحمد لله تم إقراره. وقد أعطى القانون اهتماماً واسعاً بقطاعي الشباب والرياضة، كما اهتم بإبراز دور الوزارة بالاستثمار والاهتمام ببناء منشآت رياضية ورعاية الطاقات الشبابية من النواحي الثقافية والعلمية والفنية وتنظيم أنشطة تربوية وبدنية والرياضية، كما اهتم قانون بالرياضة النسوية من أجل دعمها وتوفير الفرص لتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعيق تطورها وتوظيف القدرات واستثمار الطاقات. لذا نبارك شعبنا العظيم داخل العراق وخارجه تشريع هذا القانون، والحمد لله على هذا الإنجاز الكبير خدمة للشباب والرياضة العراق. ومن الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب العراقي 10/9/2011. وشكرا. وللحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى ينضم إلينا من بغداد وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ عصام الديوان. أستاذ عصام، أرحب بك معنا في هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة، وأسألك في البدء عن رأي الوزارة بإقرار قانون الرياضة والشباب في البرلمان العراقي. شكرا أخي حسام، حقيقة أشكرك شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة الطيبة، اللقاء والإطلالة عبر شاشة الحرة ومع حسام حسن. بالنسبة لي له نكهة خاصة، يا أهلا ومرحبا، اعتزازي وتقديري لكل القنوات العاملة الأخرى. الله يخليك أستاذ عصام. فيما يتعلق في موضوع القانون، نعم، فيما يتعلق في موضوع القانون، أعتقد في مقدمتك الرائعة تحدثت عن ما صدر عن معالي وزير الشباب والرياضة بتصريحها حول القانون ومفردات القانون وما ستؤول إليه النتائج التي تتواجد في طيات هذا القانون في بنوده وفقراته، وكذلك السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة مشكور في كلمته. أنا حقيقة دعني أتحدث عن جانب آخر. هذا القانون لربما مشاعري كرياضي، مشاعري كمسؤول في وزارة الشباب والرياضة تكاد تكون ممتزجة بين الفرح وبين الألم. تجد في أعلى درجات الفرح أن تجد نفسك أن تبكي أو تجد نفسك متألم وحزين. هذا القانون لم يولد حقيقة ويظهر إلى النور بسهولة وبساطة من عام نهاية 2004 و2005. بدأت حقيقة كتيبة
من القانونيين الرياضيين يقف على رأسهم المعلم الكبير أستاذنا الدكتور باسل عبد المهدي. نعم. وقدمت هذه اللجنة قرابين إلى هذا القانون. أذكر الشهيد البطل المشاور القانوني الأستاذ حميد الروضان، والشهيد البطل مدير عام الدائرة القانونية والإدارية والمالية الأستاذ هشام مهدي. نعم. كانوا من شهداء وزارة الشباب ومن وضعوا أرواحهم على صفحات هذا القانون، فضلا عن الآراء الرائعة والفقرات التي أجادت بهم بها عقولهم وخبرتهم لحقيقة يكون هذا القانون رصين وكاف لتغطية كافة ما تحتاجه شريحة الشباب والرياضة. والألم حقيقة يستمر، أنه من سيعوض السنوات الست التي أو السبع التي قضت، وكثير من حقوق شريحة الرياضيين إن كانوا الرواد إن كانوا المعاقين إن كانوا الإعلاميين الرياضيين التي كانت مؤجلة إلى يومنا هذا بسبب غياب القانون. لا نريد أن ندخل فيه تفاصيل اللوم وإيقاع العتاب والملامة على الآخرين، لكن دخلت حقيقة كثير من الأمور ساهمت في تأخير هذا القانون. أود أنا أن أقف عند نقطة، أنه لم نقف يوما ولم نمل ولم نكل حقيقة منذ وجود الوزير السابق الأستاذ طالب عزيز زيني والأستاذ جاسم محمد جعفر من عام 2006 ولعت هذه اللحظة في متابعة القانون والتنسيق مع الكتل السياسية ومع لجان الشباب والرياضة السابقة والحالية، إلا أنه وحقيقة أقف أنا ممتن إلى الدورة التي لعبته لجنة الشباب والرياضة الحالية، وضغطت حقيقة بشكل كبير في سبيل أن يظهر هذا القانون الذي بقي نائما في يعني أروقة مجلس النواب وعلى مناضد المسؤولين. الآن حقيقة لا أريد أن نتحدث في هذا الجانب، ينتابني كثير من الفرح، عسى أن نكون قد أن وفقنا في أن نصل إلى هذه اللحظة السعيدة ونعوض الدماء التي سالت ونعوض الرياضيين. طيب. الذين ظلموا ونعوض. نعم. كثير من خريجين الكليات. نعم. المتخصصة لتعويضهم في ظل ما يكفل قانون. طيب. وزارة الشباب والرياضة. أستاذ عصام، كيف ستفعل الوزارة هذا القانون؟ ما هي الخطوات العملية التي ستتخذها الوزارة، لا سيما وأننا يعني سمعنا السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب يتحدث عن أنه القانون يشمل منشآت، يشمل المنشآت الرياضية، يتحدث عن الطاقات الشبابية العلمية والفنية، يتحدث عن الرواد وعن الرياضة النسوية، هناك تفرعات عديدة. ما هي الخطوات العلمية التي ستبدأون بها؟ نعم أخي حسام، ما تحدث به السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة، نعم هذه من حيثيات ومن المسلمات الموجودة في بنود القانون، لكن حقيقة كنت ليلة أمس باتصال مع أستاذنا الدكتور باسل عبد المهدي، قال نصا وأنا أؤيده هذا الرأي، القضية غير متعلقة في القانون. القانون الحمد لله صدر وكان يصدر، أو يعني حتى لو كان تأخر يصدر. المرحلة الأصعب هي كيفية استثمار فقرات القانون. نعم. لصياغة أنظمة وضوابط ولوائح ولربما مسودات قوانين لتكفل رعاية الحركة الرياضية العراقية بكل مفرداتها وما يتم من صناعة رياضة حقيقية أسوة بالبلدان المتطورة المتقدمة. نعم. علينا أن نلجأ الآن، أنا تحدثت مع معالي السيد الوزير وبانتظار عودة الدكتور باسل عبد المهدي إن شاء الله سنلجأ إلى وضع القانون في أيدي أمين ليس فقط نحن العاملين في وزارة الشباب، سنستثمر كافة الكفاءات في داخل العراق وخارج العراق. نعم. إلى استثمار كل سطر وكل كلمة وكل حرف في القانون إلى أن يجير لخدمة الحركة الرياضية، ليس فقط الاهتمام بالرياضة النسوية، هذه من المسلمات. بناء منشآت، احنا صار لنا بدون قانون توصلنا إلى حدود 500 مشروع وزارة الشباب بنت، رعاية الرواد، لكن عندما تكون في ظل قانون أصبحت القضية ملزمة، وأصبحت القضية ملزمة لكل الدوائر المعنية إن كانت وزارة الشباب. طيب. أو وزارة المالية أو الوزارات الأخرى. القانون نعم بحاجة، ليس غايتنا القصوى، لكن ما موجود سيتيح لنا التحرك، ولربما نطلب في الأشهر القادمة أنه إضافة تعديل. إحنا حصلنا على 4 دوائر مهمة كذلك في ظل هذا القانون.
ما نستفاد من عنده هو صياغة الاهتمام على الكوادر المتخصصة، إن كان في وزارة التخطيط، إن كان في المؤسسات الرياضية، في كليات التربية الرياضية، من الوزراء القدماء، من المختصين، من المستشارين، في أن نضع القانون في أيديهم. هذه مهمة وطنية. نعم. ليس أن تكون حكرا وحصرا. طيب. على الموجودين في وزارة الشباب والرياضة. أستاذ عصام، هناك شريحة مهمة في المجتمع الرياضي، شريحة الرواد اللي قدموا الكثير للرياضة العراقية. أعتقد أكثر الناس سعادة بصدور هذا القانون. نعم. نعم. هم هذه الشريحة المعطاء. ماذا ستفعلون لهذه الشريحة؟ كيف ستبدأون معهم؟ هل سيتم تخصيص رواتب تقاعدية؟ هل ستتم زيادة المكافأة الخاصة أو صلاحيات؟ سيد الوزير، احنا أكثر من لقاء مع معالي وزير الشباب والرياضة، يقول يعني العين بصيرة واليد قصيرة، أنا هاي صلاحيتي مو أكثر من 500 ألف من يجيني، يعني رياضي محتاج أو رياضي عنده عملية أو كذا. ماذا سيحدث الآن؟ صح، نعم صح. شكرا أخي حسام على هذا السؤال. أوعدك، أنا كوني رياضي سابق وكوني مصاب، إضافة أنه أنا مصاب جراء الرياضة وعندما كنت لاعب في المنتخب الوطني، فأعاني وأشعر بما يعاني منه الرياضي والرائد الذي قدم. أنا كنت أتحدث إلى أحد السادة النواب قبل دخولي إلى الاستوديو على أنه قسم من الأخوان ممن عملوا في الجهات النيابية أو في جهات أخرى لفترة 10 أشهر أو 8 أشهر حقيقة قدم خدمة إلى البلد استحق عليها راتب تقاعدي، ما بالك برياضي يقضي 15 عاما أو 18 أو 10 سنوات ويصاب حقيقة، وسبب أنه بسبب الرياضة وصوله إلى المنتخبات الوطنية كان هو سبب لتعثره في الجانب الدراسي ولم يحصل على شهادة، والآن تجدهم بحاجة إلى لقمة العيش. أنا من أول الحقيقة المطالبين أن يشرع قانون أو حقيقة ضوابط تكفل وتصاغ بقوانين حسب ما يتيح لنا فقرات القانون، أنه الضمان التقاعدي أو الضمان الاجتماعي تحت أي باب قانوني لضمان المتقاعدين من قدموا خدمات إلى البلد على مستوى لاعبين منتخبات وطنية، على مستوى أوسمة رفيعة المستوى آسيوية أو عربية أو دولية، وسنوات خدمتهم، ويشملون بالتقاعد أسوة بأي موظف في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة. هذا ما سأقاتل عليه حقيقة كوني أنا أنتمي إلى هذه العائلة الرياضية وأشعر بما تشعر به هذه العائلة الرياضية. هذا من جانب. الجانب الآخر كذلك سنسعى إلى أسوة بما كان طالبوا بإخواننا الإعلاميين والصحفيين لاستحصال قطع أراضي، وراح ننسق مع مجالس المحافظات مع وزارة المالية في أن تخصص أحياء سكنية إلى ليسمى الحي الرياضي، ليسمى أي شيء، ويوزع حقيقة لأصحاب الدخل المحدود من قدموا خدمات جليلة وحازوا على أوسمة وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحقيق. طيب. إنجاز لهذا البلد. يعني الشيء الآخر الضمان الصحي حقيقة. نعم. أخي حسام، هو هذا اللي الضمان الصحي. بس دعني أكمل. طيب. ثلاث مفردات التي تهم. تفضل. شريحة الرواد. تفضل. هي مشروع الراتب التقاعدي. نعم. ومشروع السكن ومشروع الضمان الصحي. وزير الشباب مكبل بصلاحيات 500 ألف دينار، لا يستطيع الرياضي أن يعالج نفسه، ونحاول بأي طريقة وأخرى أن نجد باب قانوني لضمان علاج هؤلاء الرياضيين ونحن عاجزون. الآن نحاول أن نطالب بضمان الصحي، وأعتقد أنه قبل 4 أشهر 5 أشهر أنه دولة رئيس الوزراء اجتمع في مجموعة من الرياضيين أشار إلى أنه إيجاد آلية كفيلة بإيجاد ضمان صحي للرياضيين بالتنسيق مع وزارة الصحة. احنا حقيقة. طيب. سنضع هذا وسنستثمر فقرات القانون التي تتيح لنا إيجاد الضمان الصحي إلى الرياضيين. طيب، يعني هسه نزف البشرة للكبار السن من الرياضيين، للمرضى من الرياضيين. أنا يحز بنفسي بصراحة ويحز بنفس كل الرياضيين. كاظم عبود، هذا الإنسان الرائع اللي قدم للعراق عز ما يملك. قدم. نعم. قدم أخوته 3 شهداء للعراق. نعم. وقدم ابنه. نعم. اللي عمره 14 سنة وعدم. نعم. النظام السابق. نعم. يعني أكثر من هالشيء. نعم. قدم الإنسان كاظم. نعم. عبود رئاسة الوزراء أعلن التكفل بعلاجه في الخارج. نعم. علاج، يعني هو رجل لاعب دولي قديم. نعم. بالإضافة إلى الأمور اللي ذكرناها، عاد بخفاي. نعم. حنين من حيث أتى، عاد إلى مهجرة، كان في المهجر. نعم. بعد 35 سنة رجع العراق. يعني جانا بعد ما عرضنا حالته في استوديو الرياضة وفي أخبار الحرة العراق أنه هناك أمر من رئاسة الوزراء بتكفل بعلاجه. ظل الموضوع تقريب سنة نايم عرفه، لحد الآن ما صار. نعم. شيء. رجع الرجل عاد، يعني أي سو رجع.
فهسه يعني نتصل بكاظم عبود نقول له يا ابا قر القانون وان شاء الله تدفع على هذه القضيه. اقر دعني استاذ حسام اوضح فيما يتعلق بقضيه الاخ كاظم عبود وهو صديق وعزيز علي حقيقه. نعم. وانا متواصل والله عندما التقي بكاظم عبود ارى عتاب في عينيه، لكن هذا الرجل عزيز نفس. أكيد. هذا الرجل من سياسيين العراق ليس فقط من رياضيين العراق. نعم. يعني اذا كانت له حقوق فحقوقه على ليس فقط على وزاره الشباب وعلى الرياضيين، هذا له حقوق على كل من يعمل في حقل السياسه. انا حقيقه اقف اجلال لمبادرات فخامه رئيس الجمهوريه في حق الفنانين والإعلاميين وبعض الرموز العراقية وكذلك دورة رئيس الوزراء، لكن الآن استغرب عندما اسمع انه قضية كاظم عبود عاد الى المهجر وهو لم يتلقى هذا. سأنقل هذه الرسالة حقيقة وانا من على نتمنى هذه الشاشة الرائعة انه انا اخاطب يعني راعي الرياضيين حقيقة وفاتح صدر الرياضيين دولة رئيس الوزراء وبما تربطني به من علاقة، ولينظر لنا نحن مجاهدين في يوم ما، نحن الرياضيين كذلك وقفنا إلى جانب السياسيين وقدمنا التضحيات والاهتمام وفتح موضوع حقيقة. طيب. يعني مع وزارة الشباب أو الجهات الأخرى في قضية الأخ كاظم عبود وإن. نعم. شاء الله سأتابعها شخصيا عند خروجي من الاستوديو إن شاء الله. إن شاء الله وأكيد الرائع اللاعب والمناضل كاظم عبود يستحق وكل الرياضيين الآخرين يستحقون. روح إلى فاصل الأستاذ عصام، مشوارنا مستمر معكم أعزائي المشاهدين في استوديو الرياضة. فاصل ونعود لتكملة المشوار، ابقوا معنا.